بسمة تسأل أيضا وتقول: هل يجوز لبس العدسات الملونة للزينة للزوج وغيره، وكذلك صبغ الشعر بالصبغات الملونة أو خلطها أو بالحنة؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان في العينين عيب وتشويه فلا بأس أن تلبس العدسات الملونة لإزالة هذا التشويه في العينين، أما إذا كانت العينان سليمتين فإنه لا داعي لتغيير لونهما إلى لون آخر. وكذلك الشعر إذا كان لونه الخلقي جميلا ومعتادا فلا داعي لتغييره بألوان أخرى، يبقى على لونه الأصلي. إنما الذي يجب تغييره هو الشيب، يستحب تغييره، لا يجب، إنما يستحب تغييره بغير السواد، الحنة أو الكتم أو غير السواد الخالص. أما غير الشيب فلا يجوز تغييره إلا إذا كان مشوها. نعم.